يلا حبيبي خلينا نصلي جماعة. جاي جاي يمه. يلا أبوي خلينا نصلي جماعة يلا. زين يبا سبقني أنا بتوضى وجهك. يلا. أشوفك ما شاركتي بالنقاش. غريبة. شو بدك يعني قل له مثلا؟ تحب قل له انك جيت من ورا ظهره بالسر اللي عندي لحتى تخطب ياسمين؟ تبريها غلطة نزوة ما لها داعي تشغلين بالك فيها. والعموم كرامتك محفوظة وأوعدك بتكونين أول المدعوين، وإذا بتجيبين معك أحد حياك الله أنت وضيوفك. أنت أكيد بتجين صح؟ ولا صعبة عليك أنك تحضرين؟ ولا ما تقدرين تحطين عينك بعين بنت أختك لو حضرتي؟ مو المهم أنا أحضر العرس، المهم أنت تقدر تحضره. إيش تقصدين؟ رح تموت ألف موتة قبل ما يجي يوم عرسك، وهي مو نصيحة ولا إحساس، هذا وعد.